9. طبعا كلام كتير بقى على فكرة مين المهاجم اللي جاي، مين المهاجم الأجنبي، كلام كتير على السوشيال ميديا، وانا كنت بتابع برضو الفترة اللي فاتت ناس كتير عمالة تسأل. وانا عايز اقول للناس نقطة مهمة جدا، فترة القيد لسه مستمرة محليا لغاية 14/9 وأفريقيا لغاية 30/9. احنا النهاردة كام؟ 19/8، يعني في وقت، في وقت، ولسه في وقت طويل كمان. يعني فكرة ان الناس دايما بتتكلم عايزين مهاجم، الكلام ده كان بيتقال من يناير اللي فات. بص في نهاية الموسم الأهلي أقوى هجوم في دوري أبطال إفريقيا، أقوى هجوم في الدوري المصري، فاز بالدوري المصري، فاز بدوري أبطال إفريقيا، فاز بكل البطولات. الأهلي بيدعم طبقا لاحتياجاته، ومش أي لاعب الفترة الجاية ولا الفترة دي ولا الفترة اللي فاتت هيقدر ينضم للأهلي بسهولة. لازم اختياراتك يبقى فيها تأني كبير، لأنك داخل على مرحلة صعبة جدا. وفكرة الاستعجال، أنا عارف الناس دايما نفسها تشوف الأهلي في أفضل حالة، ولكن أنا عايز أذكر الناس في يناير اللي فات كانت الناس عمالة تتكلم أنت داخل كأس العالم للأندية بدون رأس حربة، رحت لعبت بطولة إفريقيا بدون رأس حربة، ومع ذلك لما دخل كهربا في قائمة الفريق بعد فترة الإيقاف كان أفضل تدعيم لصفقة المهاجم في النادي الأهلي. كلامي ده محدش ياخده في إطار اللي أنا ببرر فكرة إن الأهلي مش هيجيب، لأ، الناس بتشتغل والناس بتحاول قدر الإمكان تدعم القايمة بشكل جيد جدا عشان الموسم اللي جاي. وفي مشروع عشان قايمة الفريق حتى 2025 تقدر تواكب كأس العالم للأندية اللي هيتلعب بنظام 32 فريق. فالجزئية دي محدش يتناقش فيها عشان محدش ياخد كلامي كمبرر إن الأهلي مش هيدعم، لا، الأهلي بيدعم. والأهلي فاجئكم بصفقات محدش كان يتخيلها زي إمام عاشور وزي رضا سليم. فالناس عارفة احتياجات الفريق إيه، ولكن أنا عايز أقول للناس في فترة من الفترات في ظل الضغط الكبير ازاي مفيش راس حربة، الاهلي فاز بالدوري ودوري ابطال افريقيا والكاس والسوبر وكل البطولات، واقوى هجوم في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا، وكل المناسبات الاهلي كان موجود فيها الحمد لله نجح فيها بنسبة 100%. طيب قائمة الاهلي في القيد المحلي اخرها امتى؟ يوم 15/9. النهاردة كام؟ 19/8. طيب نفترض يعني ان عدى 31/8 وجبت لعيب في اول 9، هل ده ممكن يسبب أزمة ليك على المستوى الإفريقي؟ لا، يعني لسه عندنا وقت. لسه عندنا وقت، والناس بتشتغل والناس عارفة إيه اللي ممكن يتحقق الفترة اللي جاية. ناس كتيرة ممكن بتبقى على اليوتيوب عايزة تعمل مشاهدات وعايزة تعمل أخبار وبتجتهد، فالجمهور للأسف بينساق ورا فكرة النهاردة اسم لعيب من غانا، بكرة اسم لعيب من كولومبيا، بعده اسم لعيب أفريقي بيحترف في سويسرا، بعده اسم لعيب بيلعب في بلجيكا. طبعا الناس كلها عايزه تسمع وتقرا وتشوف ايه التدعيمات اللي هتتم، ولكن واحده واحده لغايه لما الاهلي ينهي كل الملفات استعدادا للموسم الجديد. لان انا بصراحه على المستوى الشخصي شايف الاداره الوحيده اللي بتستعد للموسم الجديد في المنظومه كلها هي اداره الاهلي. بالدليل انتوا شايفين لا اتحاد الكوره بيعلن عن خطوات الموسم اللي جاي، ولا شايفين حتى انديه منافسه مع الاهلي في البطولات الافريقيه داخله بنفس القوه او حققت حتى نفس اللي حققته الاهلي السنه اللي فاتت بنفس التدعيمات اللي عملتها قبل كده وحققت حاجه، محدش حقق حاجه. فبالتالي لو عصرت معاكم القيد الافريقي اللي الناس مش واخده بالها ان لسه عندنا متسع من الوقت. يعني ممكن ناس تقول لك ايه الوقت مفيش مساحه، لا لسه عندنا مساحه يا جماعه. بصوا، اولا القيد الافريقي بالنسبه للاهلي عشان يلعب دوري ابطال افريقيا في ماتش الدور ال 32 للدور التمهيدي الثاني عندك في الفتره من 1 ل 31/8، 31/8 لسه قدامك حوالي 11 يوم على غلق باب القيد الافريقي عشان تلعب باللعيبه اللي معاك دي في الدور التمهيدي الثاني. طيب نشوف الورقه الثانيه، على فكره الورق ده لاول مره بيتعرض على شاشه قناه رياضيه في مصر. موضوع متعلق بمواعيد القيد، المواعيد كانت اتقالت نصا، ولكن من خلال الخطابات الرسميه احنا هو بنقول لكم الامور كلها بمستنداتها عشان ما حدش يستعجلكم يقول لكم خلاص الوقت ضيق. طب نفترض جبت لعيب في الفترة بتاعت شهر 9 اللي هو القيد الافريقي فيه من 31/9، هو طبعا المحلي اخره 15/9، فانت الديدلاين بالنسبة لك محلي 15/9. طيب هيلعب معاك من امتى؟ من دور المجموعات، يعني مش هيكون مرحل مثلا يلعب في الادوار اللي بعد كده، هيلعب من دور المجموعات اللي هي في شهر 11، فبالتالي لسه عندك وقت. لسه في قيد في يناير من 1 ل 31 يناير، ده القيد الشتوي في القائمة الإفريقية، عندك مساحة إنك تأيد 7 لعيبة وليك الحق إنك تستبدل 4 بس من ضمن 7. طب القائمة الإفريقية كام؟
40 لاعب. طبعا القائمة المحلية 30 للأسف، ولكن القائمة الإفريقية بقت 40 لاعب زي المواسم اللي فاتت. ليك الحق في يناير تضيف 7 أو تستبدل من ضمن 7 4 من اللي كانوا موجودين معاك في القائمة الأولية الحالية، ولكن بشرط الأربعة ما يكونوش لعبوا في المسابقات الإفريقية. كل المواعيد دي بالديدلاين اللي محدد من الاتحاد الإفريقي بدون أي غرامات، بدون أي غرامات. وبالتالي دي مواعيد القيد عشان أقول للناس لسه في عندكم شوية وقت، محدش يضغط، محدش يستعجل. شغل اليوتيوب أنا عارف بيبقى فيه نسبة مشاهدات الناس عايزة تعرف المعلومة، ولكن قدر الإمكان الناس بتحاول تجتهد، لكن محدش عنده المعلومة الصحيحة. وده زي ما حصل في الصفقات اللي فاتت، رضا سليم ظهر فجأة والأهلي تعاقد معه، ما كانش اسمه مطروح ولا حد كان بيردد اسمه قبل كده، وكذا اسم كان بيتقال، وفي الآخر لقينا إن الأهلي عمل صفقتين، وال 30 40 اسم اللي اتقالوا لسه ما تمش الإعلان عن أسماء زي ما قريته أو سمعته أو شفته خلال الفترة الأخيرة.